كاميرا الإخبارية ستنتقل في هذه الدورية السرية مع رجل الأمن لنتنقل بين الشوارع ونرصد لكم المخالفين لقرار منع التجول. انتقلنا مع الدورية السرية وهي تتجول داخل الأحياء السكنية، وبمجرد دخولنا لأحد الشوارع واجهت الدورية رجلا خارجا من منزله. طيب أعطني إثبات، وينك شغال؟ أنا شغال في المرسلات. وين؟ مرسلات. شو فيه؟ مرسلات ملابس. رجل الأمن هو من يقيم هذا الموقف، وإنسانية رجل الأمن السعودي تترجم في عمله مع المواطن أو المقيم. والله رايح ناخذ للبيت أغراض. طيب فيه البرامج، فيه التطبيقات، تقدر تطلب صح ولا لا؟ أقدر بس ما نزلت البرنامج. البعض يكسر قرار منع التجول بممارسات يعتقد بأنها لا تجلب الضرر، كممارسة الرياضة في شوارع الأحياء. طيب ما هو وقت منع التجول؟ قلنا ناخذ رياضة شوي بس. يعني كم كيلو مشي؟ لا تعاون هاي واللفة دي بس. كلكم ساكنين جوا؟ تقربوا لبعض انتم؟ مجهود رجل الامن يتكرر في كل لحظه حتى يتاكد من الاوراق لمن يتجول في الطرقات. الان عندك توصيل؟ اشوف الجوال. الجوال وين البرنامج؟ نفس البرنامج. هذا الحين وصلت مكان العميل، عمل اوكي، اطلع لك هذا الطلب. وين الاخر للطلب؟ هذا هو العميل، لو تدق عليه الحين جاوبه. هذا دق عليه، لا خلاص موجود الوقت هو. يلا الله يعطيك العافيه. عمليات السجل عندك اللي هو السياره هذه اللي لاحظتها اكثر من مره داخل الحي، الان طلع على شارع رئيسي التجول. الإنسانية في تعامل رجل الأمن مع الجميع، المواطن أو المقيم، وهذا ما رصدناه في هذه الجولة. لقناة الإخبارية، عبدالله القرني، الرياض.